إذن ينضم إلينا عمر بشير مراسل الغد من لندن، وعمر محمد مراسل الغد من واشنطن، وأحمد البديري من القدس المحتلة. أبدأ معك عمر بشير، يعني هناك مشاورات حتى هذه اللحظة أمريكية بريطانية بشأن كيفية الرد المناسب على إيران، أين وصل التصعيد حتى الآن؟ نعم، يعني التصريحات تزداد قوة والمشاورات تزداد كثافة بين الأطراف المعنية بالرد على ما تقوم به إيران، والخلاصة هي أن هناك مساعي لإيجاد رد جماعي مشترك، وأيضا الحصول على غطاء دولي لتنفيذ هذا الرد. فبعد المكالمة التي تمت بين وزيري الخارجية البريطاني والأمريكي لتباحث آليات الرد، دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ موقف حاسم للرد على الانتهاكات الإيرانية التي وصفها بالمزعزعة للاستقرار وعدم المحترمة للحقوق، حقوق الملاحة والقانون الدولي. ولكن التصريحات الأشد جاءت من قائد الجيش البريطاني الذي قال إن إيران ارتكبت خطأ كبيرا عندما اعتدت على الناقلة التي تديرها إسرائيل، والتي تسبب هذا الهجوم بالطائرة المسيرة إلى سقوط بريطاني وروماني، وقال إن بريطانيا مع الحلفاء سوف يعملون على إعادة قوة الردع في مواجهة إيران، وقال إن إيران يجب أن تتحمل مسؤولية أعمالها المتهورة. المعلومات البريطانية مبنية على ما يأتي من هيئة عمليات التجارة البحرية، والتي تؤكد أن إيران هي المسؤولة عن ما يحصل في المنطقة، في حين تنفي إيران والحرس الثوري الإيراني المتهم ينفون مسؤوليتهم عن هذه الأعمال، ويقولون أن هذه التصريحات تهدف إلى إيجاد غطاء لأي شن عدوان على إيران. طيب، أتحول إلى واشنطن وعمر محمد مراسل الغد. عمر، ماذا عن واشنطن؟ هل تقود هذه المسألة في كيفية توصل رد مناسب على اعتداءات طهران على الملاحة الدولية في بحر العرب؟ مرحبا جمانة. طبعا الخارجية الأمريكية وعلى لسان الوزير بلينكن الذي أكد أن الولايات المتحدة واثقة من خلال تحقيقاتها أن إيران تقف وراء هذا الهجوم، تحقيقات أمريكية، إذن بالضرورة هي لا تعود للتصريحات الإسرائيلية أو البريطانية. لكن في ذات الوقت ما زالت الولايات المتحدة تصر، والحديث الآن لنيد برايس المتحدث باسم الخارجية على أن الولايات المتحدة تتخذ الطرق الدبلوماسية من خلال المشاورة والمناقشة مع الحلفاء، والرسالة التي أرسلتها، هناك إشارة إلى الرسالة التي أرسلتها بريطانيا لمجلس الأمن بخصوص الهجوم أو الاعتداء الإيراني. لكن هنا في الولايات المتحدة يشكل المراقبون ويشكل الجمهوريون خاصة على الرئيس بايدن الضعف تجاه التصرفات الإيرانية التي وصفوها بالخبيثة، مغبة أو خوفا من تأثيرها على المباحثات الجارية بخصوص النووي الإيراني مع قدوم رئيسي على سدة السلطة في إيران. هناك من يرى أيضا أنها كانت فرصة مواتية للولايات المتحدة للانسحاب من مناقشات الاتفاق النووي، وأن إيران باتت أكثر تعنتا وعدائية بسبب ضعف الولايات المتحدة. سمعنا تصريحات عسكرية من بريطانيا، تصريحات عسكرية من إسرائيل، لكن لا شيء من الولايات المتحدة التي لطالما تحركت باتجاه تحريك البوارج الأمريكية أو إرسال قاذفات 52، لكنها لم تحرك الآن. من واشنطن إلى القدس المحتلة وأحمد البديري. أحمد، يبدو أن إسرائيل هي الأكثر إصرارا على الرد على إيران، أكثر حتى من الدول المتبقية والتي تصرح بأنها تنوي الرد. أبدأ معك من مسألة تصريح وزير الجيش الإسرائيلي يقول الهجوم على السفينة الإسرائيلية في بحر عمان والقذائف الصاروخية من لبنان بمثابة تحدي من إيران لإسرائيل. كيف نفهم الصورة الآن؟
طب القصة هي ليست تتمحور حول السفينة، بالنسبة للإسرائيليين القصة تتمحور حول النشاط النووي الإيراني، هذه هي لب القضية. وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس كان واضحا قال بعد 10 أسابيع سوف تمتلك إيران المواد الانشطارية التي تساعدها في إنتاج القنبلة النووية. هذا ما يقلق الإسرائيليين، هذا ما يقلق الولايات المتحدة، هذا ما يقلق البريطانيين. قضية السفينة هي قضية فرعية، ولكن القضية الرئيسية هو ذاك الاتفاق النووي المنوي عقده بين الولايات المتحدة ومجموعة من الدول مع إيران، وبالتالي إخراج إيران من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها. إسرائيل تريد أن تبقى إيران في هذه الأزمة، إسرائيل تريد أن يكون هنالك حصار مستمر على إيران، تريد أن تتهم إيران في كل شيء، حتى موضوع السفينة التي جرت يبدو أن إيران بعيدة عن أن يكون هنالك اعتداء على الإسرائيليين، لأن السفينة الأخيرة لا علاقة لإسرائيل فيها، ولكن إسرائيل تتعامل وكأنها هي الراعية للسفن في أعالي البحار. الجانب الثاني من القصة هو أن هنالك أصابع إيران في المنطقة، في اليمن، في بحر العرب، في سوريا بلا شك في التموضع الإيراني للحرس الثوري الإيراني، وبلا شك الأخطر موجود في لبنان مع حزب الله وتلك الصواريخ التي تحدثنا عنها اليوم وأمس وكل هذه المسألة. إيران تريد إرسال رسالة بأن لديها الأوراق التي يمكن فيها أن تضغط، ليس على إسرائيل، تضغط على العالم. ولكن أيضا إسرائيل تقول أنا أمتلك F-35، أستطيع أن أضرب العمق الإيراني، وهذا ما تحدث عنه وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس اليوم، وقال نحن نستطيع أن نقوم بضرب إيران. ولكن من الذي سوف يدفع الثمن السياسي والاقتصادي؟ إذا قامت إسرائيل بالضربة فيعني إغلاق لبحر العرب، إغلاق لباب المندب، وأيضا العشرات الآلاف من الصواريخ التي يمكن إطلاقها من لبنان باتجاه إسرائيل إذا ما أوعز الحرس الثوري لحزب الله بإطلاق هذه الصواريخ. هل الولايات المتحدة سوف تدفع هذا الثمن؟ الإدارة الأمريكية الآن هي ليست في صدد أن يكون هنالك حرب في المنطقة. الجانب الإسرائيلي مدرك لذلك تماما، ولكن هنالك قضية داخلية داخل إسرائيل، وهي هناك حكومة إسرائيلية حالية ضعيفة جدا عموما، وهي غير قادرة على أن يكون لها حوار سياسي دبلوماسي قوي مع العالم، مقابل حكومة بنيامين نتنياهو القوية التي استطاعت تمرير فكرة بأن إيران تشكل خطرا على الشرق الأوسط. هذا السجال داخل إسرائيل عمليا يتم ترجمته بمصطلحات ومفردات قوية من قبل وزير الجيش الإسرائيلي رئيس الوزراء نفتالي بنيت، وأن هنالك استخدام لهذه العضلات الدبلوماسية بالكلام. نعم، ولكن على الأرض شيئا لم يتغير، إيران مستمرة بمشروع النووي، وأيضا الأمريكيون مستمرون بإرسال تلك البارجات في الخليج العربي، أما البريطانيين فيكتفون بالتصريحات القوية، ولكن على الأغلب لن يكون هنالك ضربات لإيران خلال الفترة القادمة بسبب عدم وجود لا الأرضية ولا التوافق، لأن حلف شمال الأطلسي عمليا هو غير متوافق على هذه المسألة. أحمد البديري كنت معنا من القدس المحتلة، عمر محمد من واشنطن، وعمر بشير من لندن، شكرا جزيلا لكم.